معنا اسمعوا إلى قاسي الآن لأن الله معنا أيها الأقوياء انغلبوا لأن الله معنا لأنكم ولو قويتم ستنغلبون أيضا لأن الله معنا وأي رأيٍ افتكرتم به يلاشي الرب لأن الله معنا وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم لأن الله معنا أما خوفكم فلا نتقيه ولا نتزعزع له لأن الله معنا والرب إلهنا فهو الذي نقدسه ويكون لنا خوفا لأن الله معنا هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الله لأن الله معنا إن الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما لأن الله معنا أيها السكان في بلد الموت وظلمتي نور يشرق عليكم لأن الله معنا لأنه قد ولد لنا صبيا وابنا أعطينا لأن الله معنا أبا الدهر الآتي لأن الله معنا مشيرا عجيبا لأن الله معنا إلهًا قويا مسلطا رئيس السلام لأن الله معنا معنا هو الله فاعلموا أيها الأمم وانهزموا لأن الله معنا في الزمن الفصحي نلهث طالبين إلى الرب والمخلص أن يغفر لنا زلاتنا وأن ينجينا من فخاخ الصيادين وهذا ما نلح في طلبه لإتمام شوط الصوم فنردد قائلين افتح لي أبواب التوبة يا واهب الحياة لأن روحي تبتكر إلى هيكل قدسك آتيا بهيكل جسدي مدنسا بجملته لكن بما أنك متعطف نقني بتحنن مراحمك سهلي لي مناهج الخلاص يا والدة الإله لأني قد دنست نفسي بخطايا سمجة وأفنيت عمري كله بالتواني لكن بشفاعاتك نقني من كل رجاسة سبحوه على مقدرته سبحوه بحسب كثرة عظمته يا رب القوة
سيحدث له من عذاب ومحن، ولكن لعظم محبته أكمل المسير إلى أورشليم ليثبت ما قاله: ثقوا، قد غلبت العالم. قد غلبها بمحبته، قد غلبها بتنازله، قد غلبها بقيامته المجيدة. فلنصعد معه إلى أورشليم بمحبتنا لبعضنا البعض ومحبتنا له، ونمشي بتعاليمه لكي يرفعنا إلى أورشليم العلوية، إلى الملكوت السماوي. من الليل تبتكر روحي إليك يا الله، لأن أوامرك نور على الله.
يحدثنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: إن ذكر الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بالفعل إنها قوة، لأن اليهود قد فكروا بفكر بشري ظانين أن بصلب المسيح ينتهي كل شيء، ولكن بالصليب حدث الخلاص، وبالقيامة حررنا من العبودية وأصبحنا أبناء لله، أبناء للنعمة، لأن السيد قد حررنا من عبودية الغريب. فلنذهب يا إخوة مشيعين المسيح بصلوات بهية، ممجدين إياه ومكرمين دفنه المقدس بتقاريض وعبارات لائقة. Yeah.
Oh.
كان حسن العبادة ومحباً لله فليتمتع بحسن هذا المحفل البهيج. من كان عبداً شكوراً فليدخل فرح ربه مسروراً. من تعب صائماً فليأخذ الآن الدينار. من عمل من الساعة الأولى فليقبل حقه العدل، ومن قدم بعد الساعة الثالثة فليعيد شاكراً، ومن وافى بعد الساعة السادسة فلا يشك مرتاباً فإنه لا يخسر شيء، ومن تخلف إلى الساعة التاسعة ليتقدم غير مرتاب. بهذا يخاطبنا القديس يوحنا الذهبي الفم في عظته في عيد الفصح، يحثنا على أن نعمل وأن لا نتكاسل لنشاهد القيامة المجيدة، قيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يوسف الرامي
طيبي قدمنا لك برغبة طيوبا يا مسيحي. Hallelujah.
ملكات الجحيم لما صادفتك داخلها، تمرمرت لأنها قد ألغيت، تمرمرت لتهزئ بها، تمرمرت لأنها قد أبيدت، تمرمرت لأنها صفدت. تناولت جسداً فألفته إلهاً، تناولت أرضاً فألفته سماءً، تناولت ما كانت تنظر فسقطت من حيث لم تنظر. فأين شوكتك يا موت؟ أين انتصارك يا جحيم؟ قام المسيح وأنت صرعت، قام المسيح والجن سقط، قام المسيح فانبعثت الحياة في الجميع، فله المجد والعزة إلى دهر الداهرين. آمين. الذي فيه نبارك المسيح.
يقوم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرب مبغض من أمامي وجهه. إن فصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحا شريفا، فصحا جديدا مقدسا، فصحا سريا، فصحا جليل الوقار، فصحا بريئا من العين، فصحا عظيما، فصحا للمؤمنين، فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس، فصحا مقدسا جميعا المؤمنين. كما يباد الدخان يبادون، وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. هلم من المنظر هيئتها النسوة البشيرات، وخطبنا صيون قائدات، اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح. يا أورشليم اطربي بحضوره وتهللي بسروره لمشاهدتك المسيح ملكي بارزا من القبر. كذلك تهلك الخطا من أمام وجه الله، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. إن النسوة الحاملات الطين لما انتصبنا في دلجة عميقة برزاء ضريح الموت الحياة، صادفنا ملاكا جالسا على الحجر، فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا: ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى؟ لماذا تندبن في البلاد المنزهة عن البلاد؟ اذهبن وبشرن الذي صنعه الرب، فلنفرح ونتهلل به. إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أشرق لنا فصحا مطربا، فصحا جليلا الاعتبار، نصافح فيه بعضنا بعضا بفراغ،
المسيح قام. تفضل أبونا.
طبعاً باسمكم نشكر الجوقة على ما قدموه من تراتيل، راجين دائماً أن يكونوا في ازدهار وتقدم أكثر وأكثر كمان ببركة ونعمة ربنا وخلصنا يسوع المسيح. في كل أنا مش بتاوت مع الميكروفونات، أنا بفضل في الميكروفون رح كسر. بديش أحكي شو كتبت، شو بالنسبة للموسيقى هذا بنحكي أنا ورامي بناتنا. أهم إشي شو بهمني إنه هذا النشاط بحال يظل الأولاد إنه يقربوا يكونوا بالداخل الكنيسة، مش حوالي الكنيسة، بالداخل الكنيسة، ويصيروا يحبوا الصلاة ويشاركوا في الصلاة. ومنحكي عن صلوات بالدرجة عالية، جمع العظيم اللي جاي بعد بكرة وين العالم كله بتعب والولاد في هذا الجيل بزحكوا ما بيقدروش يتحملوا صلوات زمن طويل في داخل الكنيسة، بدخلوا شوي بذو شمع وبتلوا برا. احنا متعودين نشوف الكنيسة ملعنة والولاد برا يلعبوا وقت الصلاة، هون هذول الولاد مش رايحين يتصرفوا هيك. من بداية الصلاة لآخر الصلاة هذول الولاد رايحين يكونوا مع رامي، مع أبونا ديمتريوس، رايحين يصلوا. وهذا أنا بدي أحطه قدامي وبدي أعطيهم كل الاحترام، وبدي أشكر أبونا وبدي أشكر المعلم اللي بتعب وبتعب زيادة، لأنه مع هذا النشاط جاب أولادكم في الكنيسة وثبت الأولاد في الكنيسة في داخل الكنيسة. ما بعرف إحنا منخط برنامج منخطط ربنا اللي بيخط في النهاية البرنامج، ما منعرف إذا رايحين نعيش بكرة أو بعده حسب ما بيطلب بإيدنا بإرادة ربنا يسوع المسيح. اللي بيطلب بإيدي إنه أجي من مدبة ونشتغل مع بعض عشان نفس الجوكة إن شاء الله القريب تبلش تراتل بمساعدة الموسيقى، يكون أسهل إلهم ويكون إلهم مجال إنه يرتلوا كمان تراتيل بدرجة أعلى من التراتيل اللي رتلوا اليوم. بس أنا بقول إنه حتى هيك الصلاة تبعكم كنيسة مفرق ريح يفرح في جمع العالم وريح مزبوط يحس في عيد الكبيرة في قيامة ربنا يسوع المسيح، لأنه الجوكة إلها دور، المراتل إله دور في جو المزبوط، جو الروحاني في داخل الصلاة. بدي أشكركم لأنه أعطيتوني مجال إنو أجي معكم. بدي أشكر أول إشي أبونا رافائيل عزمني إنو أجي هون وأفرح معكم، وبدي أشكر كل الشباب والبنات اللي اشتغلوا وأعطوني هيك فرح وأعطوني هذا يعني الإحساس كيف إنه أعطوني كيف سجا، أعطوني سجا وكنا إنه أجي وما أهتم في مسافة بين مدبة ومفرق، أجي أشوفهم وأشتغل معهم. أشكركم أنتم كمان لأنه شايف إنه كلكم تركتوا أي نشاط تاني في البيت أو في الشغل وجيتوا هون عشان تشوفوا أولادكم. وجودكم بعطيهم سجاعة إنه يظلوا في هذا النشاط. وبنشكركم لأنه أنتم بتسجعوا أولادكم إنه يظلوا في داخل الكنيسة.
هذا أحسن مدرسة أحد، هذا أحسن درس ديني. هذول الأولاد اللي كانوا يساووا مراجعات في تراتيل بطريقة غير مباشرة صاروا يفهموا معنى التراتيل، وأي معنى بدرجة لاهوتية عالية. فالمراتل بطريقة تبعه هو كمان بيصير لاهوتي، بدرس اللاهوت عن طريق التراتيل. فأتيتوا مجال كبير لأولادكم، وأنا متأكد إنه هذول الأولاد رايحين يظلوا في الكنيسة مين ما يكون حواليهم، إيش التجارب اللي رايحين يمرقوا، شو البروباغاندا اللي راح تصير ضدهم، يحاولوا يسحبوهم من الجوانب يمين أو شمال. هذول الأولاد والبنات رايحين يظلوا ثابتين في داخل الكنيسة. كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله تفرحوا بقيامة ربنا يسوع المسيح. كلمة قدس الأرشمندريت رفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن، صاحب السيادة أرستوفوروس الجزيل الاحترام، أبنائي المحبوبون بالرب، لقد قطعنا شوط الصوم 40 المقدس، وها نحن واقفين على أبواب الأسبوع العظيم المقدس. إن جوقة رقاد السيد العذراء والدة الإله الفائقة القداسة بقيادة السيد رامي السماوي قد أدخلتنا بأجواء الأسبوع العظيم المقدس، فقد فتحوا لنا ستارة الآلام الإلهية بطريقة اللاهوتية ومشاعر روحية. لقد سمعنا البعض من التراتيل الأسبوع العظيم المقدس والتي قد رتلها أعضاء الجوقة الأفاضل بكل خشوع وتقوى، رافعين أيانا إلى العلاء ومقربين كل واحد منا إلى الآلام الإلهية. لذلك أتقدم إلى رئيس الجوقة السيد رامي السماوي وإلى أعضاء الجوقة الأفاضل لأجل جهودهم المبذولة والتي يستحقون عليها كل الثناء، ليس فقط لأجل ترتيلهم الرائع، ولكن لأنهم بخلقهم الحسن وسلوكهم الصالح يصبحون سبباً لتمجيد اسم الله ولمنح كل من يسمعهم راحة وهدوء. لهذا ابنائي أتمنى دائماً أن يكون لديكم القوة والرغبة في متابعة رسالتكم، والتي هي أحدى أعظم كنوز الكنيسة الروحية، والتي يقوم قائدكم بإيصالها لكم من كل قلبه لأجل أن تحافظوا عليها. وأيضاً أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السيادة رئيس الساقفة مادبة كيريوس أرستوفولوس، الذي وبالرغم من ثقل أعبائه ومسؤولياته الرعائية قام بضم أعضاء الجوقة إلى برنامجه لأجل أن يقوم بتعليمهم الموسيقى البيزنطية. فنتضرع إلى الرب الإله أن يمنحه الصحة والعافية والقوة، وأن يزيد من ثمار عمله ومجهوداته الأسقفية. كما وأتقدم بالشكر لقدس الأب ديمتريوس وأحييه على جهوده الرعائية القيمة التي يعملها لأجل الرعية المباركة. إن الأب ديمتريوس يتميز بثقافته العالية وخلقه الرفيع وبلاغة كلامه، فإننا بحاجة لكهنة مثله ثابتا وراسخا في مهامه الروحية والرعائية. فتضرع إلى الرب الإله أن يمنحه الصحة والقوة لكي يستمر بخدمة الكنيسة هذه بذات الغيرة الإلهية الصالحة التي عنده. إخوة الأحباء، إن هذه التراتيل التي سمعناها من جوقتنا العزيزة قد أدخلتنا في الأجواء الخشوعية للأسبوع العظيم المقدس، محفزة إيانا في تهيئة أنفسنا تهيئة صالحة لكي نستقبل ختن وعريس نفوسنا المسيح المخلص وندخل العرس الإلهي. فهذا هو الهدف الأساسي الذي نسعى له من خلال عيشنا في روحانيات الأسبوع العظيم المقدس، أي لقائنا مع الذي تألم وقام المسيح المخلص. نحن بحاجة ماسة إذن أيها الأحبة بأن نقوم بتصحيح أنفسنا وطريقة حياتنا في العيش، أي أن نوجه طريقنا نحو المسيح وأن نتبع خطواته في الآلام. إن لم نحيا معه الصلب والآلام لن نستطيع أن نشعر بنعمة الأسبوع العظيم المقدس، ولن نصل معه إلى القيامة المجيدة. إن هذه الطريق المتواجدة دائماً
تحت ظل الصليب ويسطع نور القيام في عمقها. وفي الختام أيها الأحبة، أتضرع إلى الرب الإله لأجل قدس الأب ديمتريوس، وإلى لجنة الكنيسة الأفاضل وطلاب ومعلمين مدارس الأحد، وللجميع شباب وشابات الكنيسة وكافة أعضاء الكشافة وسيدات الكنيسة الفاضلات، ولجميعكم الذين حضرتم هذه الأمسية الروحية وكرمتم كافة مرتلين الجوقة الأحبة بوجودكم. فأطلب من الله أن يمنحكم من لدنه وافر الصحة والعافية والقوة وأعواما مديدة. ونطلب كلنا لسيدنا قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بأن يمنحه الله وأسرته المباركة دائم الصحة والعافية وأعواما مديدة في خدمة كل عمل صالح لوطننا الحبيب، وأن يحمي الله أردننا الغالي بلد الأمن والأمان تحت القيادة الهاشمية الحكيمة. ومن هذا المكان أيضا نؤكد على صدق الوصايا الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، سواء كانت الأماكن المسيحية والإسلامية، متمنين دائما للأردن كل السلام والنعمة من لدن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومتمنيا لكم أبنائي أسبوعا عظيما مباركا وقيامة مجيدة. آمين.